السلام عليكم. باش نقول كلمتين بركه للمرزوقي، باش نقولوا كلمه ترتور ولا ترتور ولا اللي تحب انت، شويه فيك، كل صراحه شويه فيك، بريمون شي حشم تو في اونت، بالرسمي ما نتشرفش بيك كتونسي، والتوانسه الرجال الرجال كذا جو دي بيان، رجال الاحرار ما يتشرفوش بيك، باش تكون انت طويك اسمك انا محطوط كرئيس جمهوريه نتاع تونس العزيزه. تونس معناتها بتاريخها برجالها بدنيتها، فهمني، واحد فريمون طلعت شيء، معناتها فريمون شيء، ما عادش واحد معناتها ما لقاش الكلمة اللي يعبر بها عليك باش باش معناتها يفسر قلة الهمة نتاعك وقلة الرجولية نتاعك، أكيل نيفو معناتها ما عندكش لا شخصية ولا كرامة، وبوان معناتها فهمني الناس معناتها حتى كي دافعت عليك في القضية هذيا نتاع المجرم المحمودي، الناس ماهيش تدافع على الفاسد هذايا، دافعت على شخصيتك انت وعلى شغل معناتها شخص رئيس الجمهورية، اما انت واطي ورخيص وماكش راجل، اول مرة معناتها نهي البشر على خاطر تستحقها تستاهلها، معناتها انسان اللي وصل معناتها انت بطبيعتك رخيص، حبر ما شديت رئاسة الجمهورية فهمتي ولا ما ولو غوزمون باش نقولها للشعب التونسي قلتها قبل فهمتي ولا طلبت الكمية حمص باش يجيبوها لك من لبنان باش تعمل التبرتيفة نتاعك نتاع كعبة البيرة نتاعك، قالوا لك نعملوها لك في القصر، لا قلت لهم نو شاهي فهمت كذا جيبوها لي من لبنان فهمتي ولا فهمت، معناتها شكلك تبقى الشكل نتاع معناتها فهمتني نتاع فيران نتاع بار مش نتاع رئيس جمهورية فهمتني ولا، هذايا شيء نقوله لك واقل حاجة نجم نقولها لك على خاطر انت كشخص تعتبر مهانة للشعب التونسي باش تكون انت رئيس نتاع جمهورية مصر فهمتني ولا، اللي معناتها لو سينما اللي عملته الكل والكذب اللي عملته الكل، اون بليس دو سا تتصرف بالطريقة هذيا وترد معناتها بريمون معناتها ما تحشمش على روحك في بلاصتك نجمل روحي، اما معناتها ان لم تستحي فافعل ما شئت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.